يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غاراتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. تأتي حدة الصراع وسط تواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق النار. المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة للأحداث في مدينة العريش ومدينة رفح، وتحديدا دخول المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذه المساعدات التي توقفت عن العبور من الجانب الفلسطيني منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، إلا أن بوابة معبر رفح المصرية ما زالت تفتح أبوابها لدخول هذه المساعدات الإغاثية المختلفة التي يعني تتواجد إما عن طريق الشاحنات المتواجدة أمام بوابة معبر رفح المصرية والمحملة بالمواد الإغاثية الغذائية والطبية وغيرها من المواد الإعاشية مثل الخيام، وأيضا هذه المساعدات الأخرى التي تأتي عبر مطار العريش الدولي والتي أيضا يعني تأتي من مختلف دول العالم، ولكن ما زال الجزء الأكبر الذي يأتي إلى الأشقاء في قطاع غزة يأتي من الشعب المصري والدولة المصرية بشكل عام. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا الأونروا تحدثت اليوم عن يعني نزوح ما يقرب من 630 ألف مواطن فلسطيني من مدينة رفح منذ بدء العملية المختلفة التي شنتها قوات الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية. نتحدث عن قصف مدفعي، نتحدث عن قصف بالطيران يستمر طوال الوقت، نتحدث أيضا عن استمرار للاشتباكات داخل مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة لتوجيهات من قوات الاحتلال للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدا في رفح بالتنقل إلى مناطق آمنة، ولكن هذه المناطق الآمنة يتم أيضا قصفها ويتم استهداف مدارس الإيواء الخاصة بالأونروا، لذلك تمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية من جميع المعابر وتستمر بالقصف العشوائي للمدنيين. لذلك حملت مصر قوات الاحتلال مسؤولية الكارثة الإنسانية وتصعيد المواقف في قطاع غزة وتحديدا في رفح، وأيضا حملتها مسؤولية أي تطورات من الممكن أن تحدث في ما يخص الإبادة الجماعية الخاصة بالأشقاء في قطاع غزة. أيضا اليوم كان هناك جلسة لمحكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا طالبت بإجراءات إضافية من جانب محكمة العدل الدولية لوقف إسرائيل عن العملية العسكرية في مدينة رفح، وأيضا كانت مصر قد اعتزمت توجهها إلى محكمة العدل الدولية لمشاركة جنوب أفريقيا في هذه الدعوة ضد إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.